يجب أن نقترح أو ندافع على خلق صندوق خاص لدعم النساء في مناصب المسؤولية السياسية. علاش هذا الشيء؟ لأن أولا خاصهم التكوين، ثانيا خاصهم المواكبة، ثالثا خاصهم الثقة في النفس، كنشكر الأخت ليلى اللي تكلمت عليها، ورابعا خاصنا نتعاونوا معهم باش منين يكونوا عندهم أي بلوكاج يمكن لهم أيضا أن باش يدفعوا بمشاريع موازية، مشاريع اجتماعية يشتغلوا عليها، وباش أيضا يتعاملوا بمكون التعاون الدولي اللي هو أيضا مسألة جد مهمة داخل المسار السياسي. وبالتالي أنا أظن شخصيا أنه يجب أن يقترح حزب التجمع الوطني الأحرار خلق صندوق خاص لتشجيع أو لمواكبة النساء، لتمكين النساء حقيقة في المناصب السياسية. المسألة الثانية هو التبعية اللي كتكون دائما مع الأسف، وهذه خصنا نشتغلوا على الاستقلالية، استقلالية الفكر ديال الفكر السياسي للنساء داخل الأحزاب، داخل المجالس، داخل المكاتب السياسية إلى غير ذلك، لأنه لا زالت هناك نوع من التبعية. الأخوات اللي تكلموا قبل كيقول لك حنا تقدمنا وكذا وكذا، ولكن لا زال الرجال هما اللي كيتحكموا في هذا المنطق ديال الترشيحات، وليس فقط الترشيحات ولكن ايضا حتى في المسار السياسي لا زال هناك رجال داخل رجال. هذا الشيء ما كان لا معنا السبرادة وهو لا، انا كنتكلم في يعني يمكن لا تكون حتى في التوجه الاخر. التبعية السياسية ليست حقيقة ليست صحية، يجب أن يكون هناك نوع من الاستقلالية السياسية واستقلالية الفكر واستقلالية التسيير، لأنه النساء راه ملي كيكونوا في مناصب التسيير، هذه ماشي أنا اللي كنقولها ولكن إحصائيات دولية اللي كتقولها، راه حتى هي كندفعوا طريقة للدفع بالحكامة الجيدة داخل البلدان المتقدمة، هو الدفع بالنساء في التسيير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.